السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رجعنا لكم في جديد، بس قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا زر اللايك، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. اوكي، في اخر مقطع نزلته الكل كان كاتب لي كده وكده وكده وبرضه كده. فبما انه الكل يريد جزء ثاني من لعبة الحبار او السكويد جيم، فما عليك انكم يا اخوان توصلون هذا المقطع مليون لايك. يب مليون لايك، ما انت ما وصل مليون لايك، انت تبغى توصل مليون لايك؟ احسن لخليها 5000 لايك. على كف امك الدينو. ها اوكي، هذه المرة غيرنا من الاشكال، الاشكال كانت مربع تمام، وفي ناس يقولوا ان الاشكال المربعة مرة سهلة. فهذه المرة شلحنا اشكال اول مرة تشوفها في حياتك، فيا رب ما كسر. بس بابلو اوكي، بجرب اني اكون فرانك. هل شعور لما تكون فرانك هل هو شعور جيد ام سيء؟ والله ما اعرف، ولكن ابغى اجرب الجلد اخوان. يبا ابغى اجرب الجلد، ف والله واضح انه راح تكون في فوضى، لان منا 3 فرانك واضح انه راح نجلدهم. فبسم الله نشوف هل هم بابلو. هل الوضع بيكون تحشيش؟ اوكي من البدايه هذا كسر، بنسامحه بنشوف. اذا كمان كسر زياده بعطيه تمام، لان انا في النهايه فرانك مسكين. طيب انا تمام، فحطوا لايك اخوان، اشتراك، نسيت والله اقول لكم حطوا لايك اخوان. هذا المقطع لازم توصلوه زي ما قلنا 50 مليون لايك. المهم يلا الان اجلده، تعال 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 تعال, تعال. اجلده، يلا باقي ضربه بس، باقي له ضربه اتوقع بيموت. اوكي باقي له ضربه كمان، نايس حلو. لا من كمان كسر، من كمان خرب، اللي خرب اوكي هذا اللي قاعد يبكي خرب، لازم ينجلد. وتحت تحت 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 ما خرب الى الان، نايس خليه يكمل كمل كمل. اوكي فوق، انا استنى هذا مكسي مكسي. اوكي جلده جلده جلده، تعال تعال تعال، والله ما يروح ما يروح ما يروح، تعال تعال تعال. اوكي جلدناه. هنا قوانين اخوان، اللي يفشل او اللي يخرب او اللي يفشل كمان نعطيه بان تمام. بان معناته اوكي، ما المفروض اني ما اقول ذيك الكلمه صح، لان اليوتيوب يمنع. فخلينا نجلد هذا كمان. اوكي بالغلط والله العظيم اسفين. فجلدنا 2 الان لانه كسر هذاك، وواحد بالغلط، واحد كسر واحد بالغلط. فيب اوكي نشوف اللي فوق، نشوف اللي فوق هل كسر. لا ما كسر، ولكن الزون الزون قادم اليه. فيب حظك اخوي، ما اعرف ايش اقول لك، ولكن بنستنى يمكن يمكن. اوكي لازم اقتله هذا، لازم اقتله بس. اوكي تعال تعال اقتله، تعال 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 تعال, تعال. اوكي وقفني صاحبي، نايس نايس، كفو والله العلي كفو كفو، ايش اقول لك انا كفو. اوكي بجلده بجلده، تعال 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 تعال, تعال. اوكي بابا جلده، لانه بيستخدم عليه سوبر، فبستناه يستخدمها وبجلده تمام. اوكي الان استخدمها، نايس ابلع 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 على السريع. يلا يلا باقي له ضربه، نايس جلدناه. فباقي هذا بس اللي اسمه اوكي، يلا اتوقع انه هذا خرب كمان، كلهم خربوا خلاص، فنجلده يلا. ضيعها كمان الاهبل، فبستخدم عليه، نايس. اوكي باقي نحن 3 الفرانكات بس يا اخوان، فبجلدهم بس معي خطه دقيقه، بشيل هذه والله ما عندي خطه. نستنى واحد يجلد الثاني وانا بجلد. اوكي بسحبهم، اوكي ما حد ينسحب، نايس. اوكي بجلد طبيعي بجلد طبيعي، تعالوا 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 تعالوا. اوكي وقفنا الاول، وقفناه. اوكي جلدناه، اوكي وقفني، لازم اوقفه لازم اوقفه، وقفته تقريبا. اوكي ضرب، باقي له ضربه باقي له ضربه. اوكي نايس، الزون بيقتله الزون بيقتله، يب زي ما قلت الزون قتله. فايب هذا شعور لما تكون فرانك، شعور مره جيد وسيء في نفس الوقت. اوكي الجيم علق عندي، ما اعرف ليش وانا تعبان حاليا ما اعرف. المهم الجيم علق ما يريدني ادخل، فبنستنى يمكن يدخلني، ما تدرون يا اخوان. فيب اوكي دخلني، ولكن ليش كذا ما اقدر اتحرك يا اخوان؟ انا ما اتحكم بالشخصيه، ما اقدر اتحكم في الشخصيه يا اخوان، ما اقدر اتحكم فيها. وتف هالروبوت يلعب لي ولا ايش؟ وات احركها يمين تروح يسار، احرك وات يا ناس، والله العظيم ما انا اللي العب بس. وات اوكي اوكي راح اكمل كذا يا اخوان، راح اكمل كذا. اوكي تعليق اخص تعليق، اللي عايشين في الصومال ما يعلق كذا عندهم يا اخوان. وتف انا اوكي اوكي، اللعبه شكلها حاقده علي يا اخوان، اللعبه شكلها حاقده علي يا اخوان، مش من النت والله العظيم، مش من النت، النت عندي شغال تمام، المشكله هذه من ما اعرف والله، يمكن الله ما اعرف. المهم
كسرت هذا كامل بدون اوكي نايس نايس كسرته كله بدون سبب نايس 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 تعال 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 اوكي والله حتى ما اقدر اسوي اي حاجه اخوان اوكي قتل نفسه بنفسه نايس نايس الان بس والله العظيم صعب التحكم بس لما امشي قدام يمشي قدام بس اذا روحت يمين يروح يسار واذا روحت يسار يروح يمين ما اعرف السبب شوفوا زي ما انتم شايفين ف وقف بليز وين راحت الضربه والله العظيم تعليق شامل كامل مخادع قاعد اضرب بس الضربه ما نايس نايس سوبر ضاعت سوبر ضاعت اوكي 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 قاعد اتدمج بدون سبب نايس النت النت والله مش من النت والله مش من النت اللعبه علقت اخوان اللعبه علقت مش من النت لو كان من النت كان الكامل البي سي اللي هنا كان طفى يا اخوان بس اوكي اوكي يلا اوكي نايس 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 جلدوه جلدوه والله ما اقدر اسوي اي حاجه نايس شكله من النت اخوان شكله والله ما اعرف انا نت ولا مش نت اهم مش خلي يجلدوني بسرعه اوكي جلدوني نايس 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 شكرا الانترنت انت افضل شخص العالم او اذا اللعبه مالي دخل المهم علقتنا اوكي رسبنت مع فرانك فاتمنى انه الجيم هذا اوكي واضح اني لازم ادور مكان لانهم كلهم اخذوا الاماكن اللي ابغاها فاتوقع يب يب كلهم اخذوا الاماكن فعندي ما عندي حر غير اني اروح فوق يب لازم اروح فوق اوكي حتى فوق موجودين اتوقع انه اخر شيء تحت الحل هو تحت تمام هل تحت فينا او كمان في ناس فانا بستخدم تحت اوكي دقيقه تعال 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 اوكي نضربها على هذه الجهه تقريبا حلو 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 بنجرب تاني مره نعيد تعال عدنان عدنان باقي ضربه تعال تعال باقي ضربه باقي ضربه تعال اوكي نجرب الان يا رب اكسره كله نايس انا شكلي في هذه الجيم عمري ما راح افوز شكله عمري ما راح افوز في هذه الجيم اخوان الاشكال اللي غير المربع مره صعبه والله العظيم اتحدى اي شخص يسويها اللي بيسويها منشني في الانستغرام منشني في الانستغرام رابط الانستغرام تحت الديسكريبشن منشني انت اذا بس اذا سويتها تمام فوالله العظيم احسها صعبه جلدني خلاص والله العظيم صعبه اوكي بخرب بخرب على الشباب المساكين او اقول لك بساعدهم ليش لا يا اخوان خلينا نساعد خلينا نساعد ما دامني خلاص ما قدرت اخرب خلينا نساعد باقي له الحبه باقي له الحبه هذه اوكي ما قدرت اكسرها اسف اسف عدنان اسف عدنان اوكي اسف اوكي يلا تعال 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 نستخدمها على هذه الحبه الان يا رب تزبط يا رب تزبط اوكي نايس عدنان تعال والله العظيم شكله اليوم ما راح اوكي لازم اسويها لازم اوكي كسرناها باقي الحبتين اللي هنا والله العظيم لا كسرهم والله العظيم لا كسرهم يا اخوان اوكي باقي حبه خلاص تعال 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 باقي حبه اوكي خلاص هذه لو كسرناها اوكي واخيرا قاعد اقول عمري ما راح اسوي هذه بس والله العظيم سويتها ولأول مرة شكل غير شكل المربع وسويناه فيه وسوينا التحدي باختصار تمام فيب يا اخوان يب انا اسطورة